السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيال مركلته كسر وذا برنامج كدبعة تاريخ ذا جيبوتي وبرنامج أن تلاقي إن نقود بلدنو حس كلي حافظ نجور ذا كسوريت كل كحريات الكان القاضني برنامج كان أي أمد سؤاله كل دوبنا بلشت أنا ده حوريجينو سؤاله ده شيء هو ثابنا يا قيبه هذا تاريخ ذا قابها تاريخ ذا يدل ك إيه ولي بها دنك عدد كي يجوسوا هالجمي علنك يسؤاله كلا كل جديسن أو أن برشدة أو تلاقينا إن هالكن أن كيف أيدي سنو أنا قلنا فايدين ندرك تاريخ ذا صدق الطليه تصالة وحي نو هاي أنا صدق لي أن صورد وينو برنامج كانوا حا سود الجرا وده دينا وفادو ما عدا ويا صدق الرضا ظاهر ندرك مرضى وحنا نقول هي هو ياسين سكود بريك برنامج كان أيها بنتي سبا وأم الخير برنامج كان هي وقيب تسي لحد وحن لي أساسيه لسعود ونكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسردو ولالكي برنامجك أقول هرادي أي تلفيشك جمهورية جيبوتي دي كتلاقى شيء نين دولة وداكتو حسك مناسبة دا اللي هي فرتون كوردا كسوبركتي وقتك أنها نح رياضة سردو مركو هريسا مقا عاقو ستحن حلقة أدقشد يوحا أدقبتيد يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء وحل أرتا أنا صحارون علي وحنقل أحيو لي بنقلاء أنا أتيديون بهاي بانجامري. هدي أنا سؤال شيء ده أقوله رئيس أنا أقوله وقت جي الأساسي أنا بق قبتي أقوله رئيس لقتها جي على كنا. أنا على كنا حلقتها جي هاي رياض بلقتها جي أولي بفانس جون من 1966 كي. فرصة واحد وهي شيء سؤال لبعض إن كويديو أو أه إن جنرال ديغول بنا بهي لقوله رتجي جنرال ديغول السنة كي هاي. والله ولا شيء تصوير ولا كذا. ما سنتها ولا لك. إن مجا عقوس صدحن مركا وجوه رئيسا برنامج كني يكسر دو مجا عقوس صدحن بنوشيجي حلك قد قشيد إن واحد عمل قبتيد مركا وحنو جد بدونا سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم مجا عيقا إن وصلنا محمد رين عمر وحن قلا إن حياة بلي فيلاج الله مستعان كختي قد جينا حل هذا تور عصبه إن دير بنا إن شاء الله إن قرتر جينا. على كينا قفتي وجوه رئيسي لقى تاجي. إربيبي ده أمال عندي. سؤال شيء إذا الله بعد بنو جد بي فرصة بانكوسين ما دام ود نقص ورد ويسي برنامج كينا إن نقل قريب قادتين جنرال ديغول مركي وإمدي جمهورية جيبوتي بنا بح أي لو سمي تاسو لقى جوه رتجيي بنا بح حاسي سنة كي أحيك. سوسيس كم أمال أنا. السلام عليكم مرك أوجه رئيسك وسودو برنامج كأي إرتدي نقوله وداعي سو لحياة فرتون جوردة على كنا أدباء مرك أوجه رئيسك سودو مجا وصدحن حلك قد جنتيد وحد عمل قبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجا وعمران هذا عبد الله وحن دقيني هاي مراقب دقيني هاي وأكون فرحسينا إرتدي الورقة عن كغيب قلو رئيسك كغيب قلو أركا وما سنتهاي. إن سؤالش أقوله رئيسين كويدينو يو أيا أها قبتي على كا لقتها جي أقوله رئيس. قبتي على كا لقتها جي. وفانس جوان من 1960. قبتي لقتها جي واحد دخل. مو قول اسم ولا الكلام ما سنتهاي. السلام عليكم مرك أقوله رئيس أكو سودو برنامج خير تدين دي كل وداعي سو حسك مناسبة دا اللي هي فرتون كوردا على كا. هذا بام مرك أقوله رئيس ما جا عقوس صدحن. حلك قد جنتيد وحد عمل قبتيد ما يعيق حسين محمد سوسا وعشي إذا وجوه رسان وجود بي بنابيه وجوه ري جنرال دي قال أمر في منيج مريد جيبوتي وقت يجي حرني مدانكي سنة كي أحد كتمان ديس فرصة حن قصين سؤال لبعد إن توجرتيد وحد إيش يكتب سؤال شيء لبعد وآه شركة سوماليات نبضة سنة كو أها قبتينا لوكو قبتي. ستة لاني ديميل. ستة أختا. وي. ما سنتها ولاك. السلام عليكم مركو هريسا كسردو برنامج خير تدين دكلا وداعيسو حسك اللي هي فرتن جوردا. هذا بقى مقع قصة دحن حل كاد قشيد وحد عمل قبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع أمين حسن عثمان وحن دجنا هاي بالبلح يا بلي. كاك بانك ما كشقيه.
هدبا نسواشي دا اوغو هوريسيان ويدينيو ايا شركي نبادينتا سوماليات لوغو قبتي جمهورية دا جبوتي قبتي لوغو قبتي يستنتي وليبا والله ها ويجرتا شركة سوا لقبتي او جبوتي لوغو قبتي او قبتا لوغو قبتي عارتي هاي سنتكي لبدي يكون بها هاي وحا قبتنا ستي لبخيجدو الحاج اسماعيل عمر قيلي وصوماليا دي جوجل ودقي او ددكا ولاليهن صوماليات إنه ده جيبوتي أي هوي ونقطة، وجيبوتي دي بقوله هلان وده هل كان أي كوهشيان، وسنة كلا بدو يكون، مركا وحنا ده صورة قل نقطة مركا يدنب، حنا ملاين لا بدو يكون يأفرتينا دي باكيني الله جو قبته نيروبي، ومركا لا بلابة بهاي حكومة دي يقول يصير دي كمل جارك عبد الله يوسف، مركا ولا بلابة هاي مركا سابة هاي. أما سنة فرصة بحد الشيء إن سؤال لا بدك ويديو. قبتي يجوه رئيسة على كنا لقتها جي. كل سؤال شو أنا جدًا سو الله بوك على بحبانو ملاين. هدي تهاي على كمش شو جورس لقتها جي واحد مغلي إنه يدخلها هاي. لكن هدي عاصمة اللي يراه والرياض. هل كيمك سري بدو كده سنت. 27 جوان 1977 لاند بوندوس دلاغ بيبليك عيتي بخلامين وحيري ست أحمد ديني. توحن سلام يا أولاً دي وحوجه الرئي ووالد كيجا، عن سلام يا أبهاي هو يدي إهل كيجا دات كوردن. ما صوت أي ولالك. السلام عليكم كسودو برنامجك أي ارتدي دي كتلا قشي إن كل وداكتو صدق لنا أتكفى إذا ستين سؤالها أي دي ودين السوسي أدوغو قول ستين هذه ذك لدون أي دين ديارسي ارتدي مركو جوهر السودو ما قاعد وصدحا هل كاد قشي دو حدا عمل قبل تيد عدة سلام سيد تورد أوكي إن نحن نهار السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ما قاعد وصدحا وخالد عبد السوبانة وحنا هاي أرد جامعة دا waxaan gala martana balbalaxay ablay waxaan kala salaamayaa dadkayga dawladdeeda shacabkayga aan madaxdeeda dhamaan wixii daafada dunida joogo dhan ama magac jibta magac Soomaaliya lahaado gudi waan salaamayaa waxaan ku leeyahay farxad ku soo dhawaada su'aashayda ugu horeysaan oo gudbi cod baan ku dhageysiin codkaas oo ahaa hees qofkii ku luqay heesta iyo qofka uu sheegayo magaciisa لا تصدقني لكن waxa laga wado aan qof halgamaayo weeyaan oo wada ku salgamay aan adu iska badeenaa halgamaayadu aan xasan guleed baa ka jira andoola ku jira maxamed xarbi baa ku jira qaar badan oo kaloon martaan xagan magacdooda ku soo koobi kariin baa ku jira markaas waxa leeyahay de horta magacaano aad u tilmaamin laakiin waa adu waa halgamaa culus qof kala tilmaamay hadaba su'aal labaad baan fursad ku siin maadaama aad ku tixraacday inaad tiraahdid qofkan la sheegayo waa halgamaa adigoona ku luqayn magaciisi su'aashayda labaad ayaa ah in General de Gaulle markii uu soo gaaray jamhuuriyadda Djibouti waqtigii xornimada doonkii hadaba balnaanbax ballaaran ayay kaga hortageen dadkii iyagu bulshadii reer Djibouti oo lagaga soo horjeeday General de Gaulle hadaba balnaanbaxaasi sanadku ahaa aan sanadku ahaa waxay ahayd 1966 ayahad aan waqtiga laga banaan baxay General de Gaulle ama martaan laga hor imiday laga wareeday anagu waxaan doonaynaa been aan dowlad calan leh inaan dhisanno oo adduunka daafaheega ku yeelanno aan calan ama martaan xurriyad
أدوك هذا مال ولا بقى كمرة دافيسة عند دد يدنيا بدي مرت عند دد وحس قبته عن قامها سارتا أو وضن ده على الله أو كرامة يا شرف بودي عن تاي أو هرمري سكارسين كرا دد لو ما دحنا له في عن إن على هاي إن مرت عن النقطة يندون هالجوري سواسو سيسكي بهت السلام عليكم مركو غوريسا كسودو برنامجك اي ارتدي دي كلو وداغ سو لخيا فرتن غوردا كسو وريقتي وقتي ان هنن حريتا مركو غوريسا سودو مغاغو صدخان واحد عمل قبتيد واحد كحسسنيسيد وقتي حرنما دونكي اد اد جعيشاي ان سلاتين مناسبه لخيا فرتن غوردا اوغيد ان وعليكم السلام اني مغاغو موسين درس علي باليرا ان وها حاجه مانتك السلام يا بجد اهان فاميلي غيغا ان فاميليغا نرر حرد عسوي marka waxaan kala waxaan sheegay waxaan deganahay degmada damirjog gidi ahaan waxaan ka salaamayaa xukuumadda dalkeena iyo wixii ciidanka qaranka ee dareeska banaahaya su'aashayda ugu horeysan oo gudbi walaalkay hada su'aashaasi aad ku guuleysatid inaad garatid fursad waxaad u haysataa inaad su'aal labaad iyo mid saddexaad aad u gudubtid hadaba diyaar ma u tahay diyaar bana waxaad ii sheegtaa goobti ugu horeysay ee calankeena laga taagay iyo sanadkii ay ahayd aan goobti ugu horeysay calankeena laga taagay laba meelood baan maleeyaa amba waa dakhil amba waa xagga imika sabirada riyada laga sameeyay haddii kun 1927kii ha ma santay hadda fursad waxaad u heshay inaad su'aal labaad aad u gudubtid su'aashayda labaad cod ayaan ku dhageysiin codka qofkii ku luqeyay iyo cid uu sheegayo magaciisa waayo qofkani ku luqeynaya heesta qofkani uu sheegayana magaciisa ayaan u baaqay horta waxaan u maleeyay wuxuu ka gaban u sheegay waa gumeysi dadka gumeysanayay iyo qofkan uu sheegayna waxa weeyaan dadku soo halgamay dalka iyo calankii laga wasgalay deema magaciisana qofkan uu sheegay iyo qofkan ku luqeyay qofka ku luqeyay waa geesood okay su'aashaadi labaad kuma aad guuleysan waad maasan walaalkay sida aadna ugu la qayb qaadatay barnaamijkeena walaalkay barnaamijka yirtideedii kula wadaagayso oo munaasabada lixya fartan guurada ka soo wareegtay waqtigii aan hanannay xorriyada hadaba ku soo dhawow barnaamijka magacaagu saddexan waxaad amal qabatid halka aad degan tahay horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ugu maasantay ku soo dhawayay waxaan galaa balbalaan galaa magacaygu waa xasan muuseeski balbalaan galaa walaay jaamacaddan dhameeyay su'aashayda ugu horeysa hadii aan u gudbo walaalkay cod ayaan ku dhageysiin codka qofka heestaasi ku qaaday amba ku luqeyay iyo qofkan uu sheegayo magaciisa horta wallahi codkan maanta igu horeyso in badan baa maqli jiray marxuunka ilaa u naxariistay inagiisaan garanay imika noolo milakiisa marxuunka wallahi magaciisa maxasuusan saciid xamar qoode su'aashaadii ugu horeysay kumaad guuleysa wahagaag waxaan soo gaarnay gebagabadii qaybtan iyo lixaad aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan dhallinyartii iyo dadkii ka qayb qaatay waqtiga uga naasiyey barnaamijkan ku lamid aan ku kulmi doono waxaan ugu dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat iyo sanad guuro wacan oo wanaagsan gabani mooy